وعلى الرغم من تكرار حوادث الاحتراق في السيارات المحولة إلى نظام الغاز، إلا أن شرطة المرور تفرض التحويل على المواطنين إلى نظام الغاز كشرط لتحويل ملكية السيارة دون الأخذ بالاعتبار تكرار الحوادث ومطالبات الناس بإيقاف العمل بهذا النظام الذي حول السيارات إلى قنابل موقوتة إذا صح التعبير. أحد المواطنين صور وتحدث داخل مديرية المرور حول هذا الموضوع، فلنتابع. حجي شنو ما تحول الأجرة؟ ما تتحول إلا تحول منظومة غاز. يعني هسه تحويل الملكية ما يحول إلا غاز. منظومة غاز. اليوم 500 ألف. شقد؟ منظومة 500 ألف تقلب سيارتك للنور.